العراقية رغم الظروف الصعبة اللي يمر بها العراق الحبيب، أن الكرة العراقية دائما ولادة. هكذا هو الكلام. الكرة العراقية رغم كل الظروف حققت نتائج عجزت عنها المنتخبات الآسيوية الكبرى سواء كانت العربية أو الشرق آسيوية على تحقيقها في آخر السنوات، خاصة هناك تنوع وهناك تفوق في مختلف الفئات السنية. إلى الآن كأس العالم ممكن ما تحضرتش مليح، ممكن بدأت في ظروف صعبة المنتخب العراقي مع اعتزال وخروج عديد من الأسماء الكبرى، ولكن أنا دائما شخصيا أؤمن في الكورة أن العراقي يبقى عراقي مهما كانت الصعوبات. لذلك أحلم وأحلم معكم أعزائي وأشقائي هناك من بغداد إلى البصرة على ضفاف النهرين دجلة والفرات من أجل العودة.